على الرغم من عدم الإثبات العلمي لفعالية الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا بشكل كامل، إلا أن العلماء يؤكدون حاجة الجسم البشري لتلك الجرعة في بعض الأمراض ككوفيد-19. النظرية التي يستند إليها هؤلاء تعتمد على فكرة أن جسم الإنسان بحاجة في أحيان عدة لمزيد من التحفيز لمقاومة بعض الفيروسات أو الأمراض المهمة التي تقوم بها الجرعات المعززة وتؤديها على أفضل وجه في كثير من الحالات. في التقرير التالي تسلط زميلة سماح حمدان الضوء على آلية عمل تلك الجرعة وتنظر في مدى فعاليتها في إقامة أو تحقيق مقاومة للفيروس. وفق العلماء فإن الجرعات المعززة ليست 100% فعالة، ولكنها تقلل من خطر الإصابة بكورونا وكذلك الأعراض. فالذين يصابون بالفيروس وقد تم تطعيمهم إما أنهم لن يعانوا من أعراض الإصابة إطلاقاً أو سيكون لديهم أعراض طفيفة. فما الذي يحصل في أجسادنا عندما يتم تطعيمنا؟ يحفز الجسم على إنتاج كمية من الأجسام المضادة والمناعية والتي تشبه إلى حد ما بناء سور أمني حول منزلك، حيث تصبح قادراً على منع المهاجمين من الدخول إليه تماماً. فاللقاح يقوم بتعريف جهازنا المناعي على بعض المسببات للأمراض. لكن كيف يقوم بذلك؟ من خلال تحفيز الجهاز المناعي على إنتاج خلايا متخصصة وأجسام مضادة معروفة بالأنتيباديز، والتي عادة ما تشكل فيما يعرف بالمراكز الجرثومية التي توجد في كل من الخلايا الليمفاوية والطحال عند مواجهة أي مستضدات أو أنتيجينز، حيث تبقى الخلايا المناعية في تلك المراكز وتحافظ على أعدادها هناك. تلك الأجسام المضادة قادرة على التعرف على البروتينات المميزة التي تسبب الأمراض، حيث تحافظ على ذاكرتها وتبقى منتظرة لتلك المستضدات أو البروتينات لتلتصق بها وتعطلها، فيما تساعد الخلايا المتخصصة على إزاحتها خارج حدود الجهاز المناعي. هذه العملية هي التي تحدد مدى القوة المناعية لدى أجسامنا ومدة حفاظنا عليها. لكن بعد مدة زمنية معينة تبدأ تلك الأجسام المضادة بالتناقص، وبالتالي تبدأ مناعتنا وقدرتنا الدفاعية على الانخفاض تدريجياً. لكن الجسم يحتفظ بذاكرة في خلاياه كما قلنا تساعده على إعادة بناء القدرة الدفاعية في حال احتياجها. وإذا ما تعرض لهجوم من فيروس ككورونا مثلاً بينما خلاياه المناعية ضعيفة، يسارع إلى إخراج خلايا الذاكرة التي تحتوي على مخطط الخلايا الدفاعية ويبدأ ببناء خلاياه المناعية مجدداً. في تلك الأثناء تكون بعض خلايا الفيروس قد تمكنت من الدخول إليه، الأمر الذي يجعلك تشعر ببعض أعراض المرض الخفيفة. هذا يعود إلى تأثير اللقاح في جسمك والذي يقلل من أعراض الفيروس. لكن ما دور الجرعة المعززة هنا؟ على الرغم من لعب اللقاحات دوراً في تعريف الجهاز المناعي بالفيروس الذي يتهدده ككورونا في هذه الحالة وإقناعه في اعتباره تهديد جدي لكي يقاومه، إلا أنه في حالة بعض الأمراض ككوفيد-19 يحتاج الجسم إلى المزيد من الإقناع على ما يبدو. لهذا لربما نحتاج إلى تلقي نفس جرعة اللقاح مرتين أو أكثر بعد عدة أشهر أو سنة. فالجرعة المعززة تلعب دور الصيانة الوقائية للخلايا المناعية التي تشكل خط الدفاع لجسمك ضد الفيروس، وبالتالي منعه من الحصول على فرصة الدخول حتى إلى الجهاز المناعي، حيث تقوم بتأمين قدرة الجهاز المناعي على العمل لفترة أطول، وبالتالي الحفاظ على ذاكرة الخلايا المناعية وقدرتها على التعرف على الخلايا المسببة لكوفيد-19 لفترة أطول أيضا.